مشاهدينا مشاهدي قناة مصر الزراعية، برحب بحضراتكم من منطقة فايد في محافظة الإسماعيلية، متواجدين مع حضراتكم في يوم حقلي بينظمه الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية لعدد من المزارعين من عدد من المحافظات المختلفة للتعريف بأهم الأصناف الجديدة اللي هيتم طرحها إن شاء الله من أصناف البطاطس خلال السنة الجاية للمزارعين. حضراتكم عارفين ان الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية بيتبع وزارة الزراعة وبيقدم عدد من الخدمات للمزارعين في كل ربوع الجمهورية، ومنها بيع التقاوي المعتمدة من محصول البطاطس. خلونا نتابع مع حضراتكم تفاصيل اليوم الحقلي ونتعرف على آراء المزارعين، لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا مشاهدي قناه مصر الزراعيه، موجودين مع حضراتكم في منطقه فايد بمحافظه الاسماعيليه، بنتابع مع حضراتكم اليوم الحقلي اللي بينظمه الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانيه. خلونا نتعرف بشكل اكبر على اليوم النهارده والفعاليات فيه، وبيسعدنا يكون معنا سعاده اللواء اركان حرب اشرف الشرقاوي رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانيه. برحب بحضرتك مع اللواء معنا. اهلا احمد بيه، اهلا السادة المشاهدين والسادة المزارعين. أهلا بحضرتك، وخليني في البداية أبارك لحضرتك توليك منصب رئاسة الاتحاد العام لمنتجي ومصدر الحصلات البستانية، وبتمنى لحضرتك كل التوفيق إن شاء الله. هنبدأ النهاردة من اليوم، النهاردة يوم حقلي موجود فيه كبرى الشركات العالمية في إنتاج تقاوي البطاطس، وأيضا الوكلاء، وأيضا عدد من المزارعين الرواد الريفيين زي ما بنحب نطلق عليهم. عايز أتكلم عن اليوم النهاردة ودور الاتحاد في إمداد المزارع المصري بتقاوي بطاطس منتقاة. هو النهاردة اليوم بنقيمه بالاشتراك مع شركة HZBC الهولندية والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحصلات البستانية. بعرفه الأول وإحدى الهيئات الملحقة بوزارة الزراعة وتحت رعاية معالي وزير الزراعة مباشرة، وهي مسؤولة عن ضم المزارعين والمصدرين تحت مظلتها ككيان، يعني احنا يعني نقول احنا منشأة خاصة ذات شخصية اعتبارية بتضم هؤلاء تحت مظلة الاتحاد. الاتحاد احنا برضو من مهام الاتحاد ان احنا بنوفر مستلزمات الانتاج للمزارع، واحنا المزارعين الصغيرين والشركات والجامعات التعاونية والزراعية. شركة HZBC احنا طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت انها من افضل الشركات اللي موجودة في العالم، احنا بنستورد منها تقاوي البطاطس. تقاوي البطاطس دي بتبقى يعني بنعمل منها العروة الصيفي، ويستخرجوا منها التقاوي برضو لزراعة العروة الشتوي. اللي احنا بشايفينه النهاردة اللي هو نتاج العروة الصيفي. نتاج العروة الصيفي لأصناف جديدة، يعني احنا دايما الشركة بتوافينا بأصناف جديدة كل سنة. الأصناف الجديدة النهاردة اللي هي أليسون وصبابة ورشيدة، وده الانتاجية بتاعتها زي ما هنشوفها وزي ما حضرتك هنتفضل بعد كده إذا كنا هنزور التقليع أو في الحقل أو على البرانيك هنا الانتاج بتاع الفدان، هنلاقي الانتاجية بتاعت الفدان وصلت يتكلم عليها طبعا يعني المتخصصين، مش المتخصصين اللي هو صاحب المزرعة. ثقة المزارعين في إحدى كيانات وزارة الزراعة ده مهم جدا، إن إحنا ككيان تابع لوزارة الزراعة يعني بيبقى الفلاح أو المزارع
او الشركه عندها ثقه تامه ان انت بتجيب لها احسن منتج واحسن صنف او اصناف للبطاطس اللي بتدي اعلى انتاجيه وتكون كمان قابله للتصدير ولها قبول للاماكن اللي بيصدروا اليها سواء اذا كانت روسيا او لبنان او يعني شتى الدول الاوروبيه. الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحصادات الوسطانيه كونوا ان هو احدى الجهات التابعه لوزاره الزراعه وتحت رعايه معالي وزير الزراعه مباشره فهو ثقه لكل المزارعين في مصر سواء في تقاوي البطاطس اذا كنا بنستورد شتلات نخيل اي بذور اي الات اي معدات احنا مؤسسه اصلا غير هادفه للربح فاحنا بنوفرها باقل الاسعار يعني عايز اقول ان مفيش جهه مستورده لمثلا نقول اللي هو اكثر شهره اللي هي تقاوي البطاطس في مصر ما بيبتدوش تسعير الا بعد ما الاتحاد بيسعر البطاطس بتاعته هو بيحرص على ان السعر يكون كويس السعر مناسب احنا نقدر نقول السعر مناسب واقل الاسعار واجود الاصناف وضمان للمزارع ان هو يعني لو حصل له اي مشكله انت ضامن الاتحاد كونه الدوله ان هو كونه احدى وحدات وزاره الزراعه وزاره الزراعه تمثل الدوله واحنا بنمثل وزاره الزراعه بالنسبه للمزارع والثقة التامة في الدولة. الدولة بتساعدنا في فتح الاعتمادات لاستيراد تقاوي البطاطس وخلافه واحنا بنتكلم دلوقتي على البطاطس كتحديدا ان هو طبعا بعد القمح والذرة والرز يمكن في اوروبا بيبقى استهلاك الفرد فيها اكتر بكتير قوي من مصر. ثلاث اضعاف تقريبا. تقريبا ثلاث اضعاف او يمكن اكتر وفي مصر احنا بنستهلك البطاطس باقل ولكنه زي ما حضرتك اتفضلت كده هو يعني محصول استراتيجي بتدعمه الدوله وطبعا يعني المزارع بينتجه عشان خاطر يبقى قابل للتصدير والشركات الكبرى كلها بتاخد من عندنا او مش شرط يعني من الاتحاد كالاتحاد تحديدا انما الاتحاد من اقدر الوحدات على توفير هذه التقاوي بشكل جيد او بشكل متميز جدا وانتاجية عالية جدا وقابلية للتصدير في جميع الدول الاوروبية والشرقية والعربية. مشاهدينا بنتابع مع حضراتكم حصاد الخير حصاد محصول البطاطس لأنواع جديدة من تقاوي البطاطس اللي وفرها الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحصادات البستانية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال. خلونا في البداية نرحب بالمهندس يحيى عبد الغفار مدير عام الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحصادات البستانية. برحب حضرتك معنا. أهلا بحضرتك. في البداية محصول البطاطس من المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية الهامة فاتح بيوت ناس كتيرة جدا في مصر من المزارعين. عايز اتكلم في البداية عن دوركم في توفير تقاوي منتقاة عالية الانتاجية مقاومة للأمراض وخلافه. هو الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحصادات البستانية بيستورد حوالي 15 صنف بين أصناف المائدة والشيبسي والصوابع. احنا بنصر ان احنا وبنحاول طبعا بناكد على انتاجيه كويسه للمزارع فبالتالي بنختار الاصناف اللي هي الاي بتيجي بشبه بتكاليفها الفعليه للمزارع اللي احنا في اساسنا دعم المزارع الصغير يعني اعضاء الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحصادات البستانيه الشركات الجامعات الزراعيه المزارع الصغير فاحنا داعمين للمزارع الصغير بتكاليف انتاج التقاوي في بلدها ومع الشركه الهولنديه لل HZBC واحنا اللي بنحدد اسعار ال 50 صنف كاتحاد مصدري. طيب
عايز اتكلم عن نقطه مهمه. احنا موجودين في محافظه الاسماعيليه في منطقه فايد وبيتم حصاد محصول البطاطس. المحاصيل دي او الاصناف دي موجوده بالفعل ولا دي حقول تجريبيه لاصناف جديده؟ دي حقول تجريبيه لاصناف جديده ونتائجها مبشره بالخير بالفعل يعني. والاتحاد برضو بيدعم المزارعين كدعم فني من بدايه الزراعه حتى الحصاد. طيب انا شايف ان في سعاده لدى المزارعين الموجودين. انتوا تم اختيار عدد من الرواد الريفيين يعني شطار جدا في زراعه محصول البطاطس، وانا ملاحظ ان انتوا مختارين عدد من المحافظات اللي يعني بتهتم بزراعه المحصول. ليه عندكم اولويه لتوصيل المعلومه من خلال الحقل؟ هو طبعا بداية نجاح المحصول من الحقل، يعني من اول ما تقول لو هو الجزئية في تطبيق اللي هي الجود اجريكالتشر براكتس، الممارسات الزراعية الجيدة، من بداية تحليل التربة حتى معاملات ما بعد الحصاد. يعني انا لما باجي اقول له ايه العمر ده، عمر النبات ده 120 يوم، ما يحصدوش عند 115 لما بتصل تطلع مريشة مش مظلطة كمواصفات سوق. احنا المحافظات الموجودة عندنا المنيا والغربية والدقهلية والبحيرة باصناف خاصة بالاتحاد، محققة في المنيا محققة 30 طن إنتاجية، وفي فايد النهاردة الإنتاجات تبشر ب 17-18 طن. هل في اختلاف في الأماكن نفسها والتربة نفسها والمناخ ودرجات الحرارة اللي هي بتتحكم في الإنتاجية؟ بالطبع اختلاف التربة مع درجات الحرارة مع الجو مع الصنف نفسه. طيب المتوسط إنتاج الفدان من البطاطس بيتراوح من 18 ل 20 فدان في الأرض القديمة أو في مصر عموما. يعني أنا سامع أرقام هنا كبيرة، يعني حضرتك بتقول إن بعض الأصناف هنا مبشرة جدا وبتوصل لي من 25 ل 30 طن للفدان، وده رقم كبير. يعني هو الأصناف اللي اتحققت 25 ل 30 طن دي اتحققت في منطقة البرجاية في المنيا، وده حقق مزارعين عاديين جدا بمتابعة شبه من قبل من تحليل التربة لغاية معاملات الحصاد. يعني في مزارعين حققوا الانتاجيه ديت، ودي حاجه مبشره بالخير لسبب حضرتك، مدخلات الانتاج عاليه جدا. فانا عشان اخفض على الفلاح العبء ان انا بعمل له ممارسات زراعيه جيده، فبالتالي بخفض على المدخلات اعلى انتاجه حتى لو سعر السوق منخفض، فالانتاجيه بتعوض. يعني افهم من كده ان الاتحاد العام لمنتجي ومصدري المحاصيل البستانيه بيقدم عدد من الخدمات اللي نقدر نقول عليها خدمات ارشاديه وخدمات ما قبل الزراعه وما بعد الزراعه واثناء الحصاد للوصول لانتاجيه عاليه. بالضبط، يعني بتبدا من بدايه تحليل التربه، المعاملات خلال الزراعه لغايه ما بعد الحصاد، والمرحله اللي جايه نحن بنعمل له تشبيك مع المصدرين والمصنعين، او الاتحاد بدوره نفسه انه الاتحاد منتجي ومصدر الحصادات البستانيه. يعني حلقه وصل. حلقه وصل، واحنا بنقدم له حزمه كامله من الممارسات الزراعيه الجيده او الدعم الفني له. طيب انا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ حضرتك بتقول ان انتوا الاتحاد العام لمنتجي ومصدر المحاصيل البستانيه يستورد 15 صنف من تقاوي البطاطس. احنا بنستورد قد ايه مجمل الكميه، والاتحاد يعني نصيبه كام من المجمل؟ احنا بنستورد حوالي، مصر بتستورد حوالي 140-150 الف طن بطاطس، نصيب الاتحاد بيكون حوالي من 10-15% من الكميه دي. ده رقم كبير. طيب ده يوديني لسؤال تاني. في مشكله كبيره جدا مش بتواجه مصر لكن كل دول العالم، ارتفاع مستلزمات الانتاج زي ما حضرتك تفضلت، الازمه الروسيه الاوكرانيه وخلافه من الازمات وجائحه كورونا وخلافه، وده ادى لارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج والبذور والتقاوي بشكل ملحوظ. ليه اسعار تقاوي البطاطس يعني مرتفعه بهذا الشكل، وهل ممكن ان احنا نقدر نتحكم في السعر؟ لا، هو طبعا التحكم في السعر اللي جاي من بره دي بتبقى عملية من الصعوبة بحال، يعني فانت بتاخد مثلا من هولندا من حوالي 1800 مزرعة، فانت بتحسب، هو طبعا بيحسب تكاليفه وانت بتحسب تكاليف نقلك واستيرادك وكل، وهامش ربح بسيط جدا، فبالتالي بالبطاطس بتبقى بهذا التقدير. يعني هو الاتحاد بيسعر ال 15 صنف اللي بيجيبهم، وعلى ضوء جميع الشركات بتبدا تسعر هذا. وفي الدوله متخذه خطوه جميله جدا جدا في زراعه الانسجه، ودي هتساهم الى حد كبير في ان انت يبقى عندك منتج خاص بالتقاوي بتاعتك كانتاجك انت، يخفض فاتوره الاستيراد بتاعك. قطاع
الزراعي في مصر واعد جدا، والمساحات الجديدة دي إضافة ما كناش نحلم بيها طبعا في ظل التجاوز أو التعدي على بعض الأراضي الزراعية في الدلتا. فطبعا المساحات الصحراوية الجديدة بتعوض فقد المساحة. وفي نفس الوقت احنا مصر من أكبر الدول، بل هي أكبر دولة مستوردة لتقاول البطاطس في العالم، واحنا نصبنا من الماركت هنا في السوق المصري زي ما قلت لحضرتك في حوالي 11% سنويا. بنزل لنا اصناف مقاومه واصناف جديده بتدي انتاجيه اعلى، واحنا دائما متواصل معاهم وما بنجيبش تجاوي غير من عند الاتحاد. طب السبب ايه؟ لان الاتحاد طبعا ده حاجه مضمونه واحنا اتعودنا عليه، هما بيدونا التجاوي واحنا بقى بالمجهود بتاعنا، مجهودنا بيتشبخ صح، بنشمت صح، خدت بال شتك بنرش صح، نستفادوا منهم من الزراعه. واحنا شفنا على الطبيعه النهارده، الطبيعه النهارده حاجه مشرفه جدا في زراعه البطاطس. مهندس محمود حامد هو المسؤول عن المزرعة الموجودة في منطقة فايد بمحافظة الإسماعيلية المنزرعة بعدد من الأصناف الجديدة اللي إن شاء الله هتنزل السوق خلال السنة اللي جاية. برحب بحضرتك معنا باشمهندس. أهلا وسهلا. البداية كلمني عن الأصناف الجديدة، زارعين المساحة قد إيه هنا؟ والله احنا هنا زارعين تجارب، يعني كل مساحه كان التجربه فيها حوالي 5-6 فدادين، دي تجربه بدائيه يعني تمام. وبصراحه التجارب اثبتت نجاح كبير جدا جدا، يعني بسم الله ما شاء الله انتاجيه عاليه خالص. يهمني برضك الجوده، جوده ممتازه جدا. يهمني برضك تحمل المناخ والظروف الجويه، فعلا الثلاث اصناف اتحملوا معايا الظروف الجويه الصعبه اللي واجهناها السنه دي تمام، تحملوا الامراض. يعني الاصناف ديت اصناف متحمله للندوه البدريه والندوه المتاخره بالندوات، من اهم الامراض اللي بتصيب البطاطس. طبعا احنا كان عندنا السنه دي وباء على مستوى الجمهوريه، الاصناف الثلاثه دي اثبتت جداره في تحمل الندوه البدريه والندوه المتاخره واستجابتها للمبيدات الفطريه اللي حصل في الموسم ده. كان عند ناس كتيره حصلت كوارث، لكن الحمد لله عندنا الدنيا كانت كويسه جدا لان النباتات قويه. تحمل النبات برضك للاصابه بالنيماتودا، كان النباتات ديت مقاومه للنيماتودا بشكل كبير جدا جدا، وما يعني بلغه الناس المزارعين بقى ما زعلتناش السنه دي الحمد لله. يعني البطاطس من أهم المحاصيل التصديرية والاستراتيجية الهامة اللي بتجود زراعتها في عدد كبير جدا من المحافظات والمناطق في مصر، وبيوصل حجم المساحات المنزرعة بالمحصول لأكثر من 600,000 فدان، وبيتم تصدير البطاطس لعدد كبير جدا من الدول الأوروبية والبلدان العربية، بيوصل حجم التصدير فيها لأكثر من 800,000 طن سنويا. كنا مع حضراتكم النهاردة من منطقة فايد بمحافظة الإسماعيلية، بنتابع اليوم الحقلي اللي بينظمه الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية. كنت معاكم أحمد سعيد.